نجحت شركة بترول خليج السويس جابكو في وضع البئر الأولى من حقل بترول شمال صفا في منطقة خليج السويس على خريطة الإنتاج في بداية العام الجديد، وهو ما يأتي في ظل تنفيذ استراتيجية زيادة إنتاج البترول الخام والإسراع بتنمية الحقول المكتشفة. تستهدف هذه المرحلة الأولى من مشروع الإنتاج المبكر من الحقل أن يصل الإنتاج إلى 6000 برميل يومياً منتصف شهر يناير الجاري. ويذكر أن هذه المرحلة الأولى من الإنتاج المبكر بحقل شمال صفا نفذها تحالف شركات مصرية يضم إمبي وبتروجيت وخدمات البترول البحرية. هذا وشهد عام 2023 العديد من الإنجازات في مسيرة قطاع البترول الداعمة للاقتصاد الوطني، على الرغم من التحديات العالمية التي تتعرض لها صناعة البترول والغاز الطبيعي. في إطار توجيهات الدولة المصرية، حقق قطاع البترول نتائج هائلة على مدار السنوات الماضية، وما زال لديه الكثير ليقدمه في ظل توافر الإمكانات البترولية والغازية والتعدينية وانفتاحه على التقنيات الحديثة والتحول الرقمي فيما يخص هذا المجال إنتاجاً واستكشافاً وتنمية واستدامة. وفي هذا الإطار يسعى قطاع البترول بالتعاون مع شركائه إلى تحقيق خطة التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030 بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. فعلى صعيد البحث والاستكشاف تم توقيع 29 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز بإجمالي استثمارات حدها الأدنى 1.2 مليار دولار، ومنح توقيع لحوالي 61 مليون دولار، وحفر 87 بئرا جديدة صنع في مصر، شعار الدولة دائما وأبدا، حيث تم الانتهاء من تصنيع أول حفار، وذلك في مصنع الشركة المصرية الصينية لتصنيع أجهزة الحفر بالعين السخنة باستثمارات بلغت 6.5 مليون دولار. هذا وتتبنى استراتيجية قطاع البترول رؤية وخطة عمل واضحة للتحول الطاقي وخفض الانبعاثات في كافة أنشطة البترول والغاز الطبيعي، كما شهد عام 2023 استكمال خطوات برنامج تطوير وتحديث قطاع التعدين المصري على كافة المحاور، خاصة على صعيد تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار التعديني وكذلك دعم التحول الرقمي في أنشطة القطاع. وفي هذا الإطار بدأت تجارب تشغيل الإنتاج التجاري للذهب من موقع إيقات بجنوب مصر في مارس من عام 2023، الذي يأتي تتويجاً للخطة الطموحة التي تم وضعها لبدء الإنتاج مبكراً منه في ظل ما يتميز به الموقع الذي تقدر احتياطاته بحوالي 1.2 مليون أوقية من الذهب، وتبلغ نسبة الاستخلاص فيه 95%. نجاحات جهود التعدين تجلت أيضاً من خلال عقد منتدى مصر للتعدين في نسخته الثانية في يوليو من عام 2023 تحت شعار البناء على 120 عاماً من الاكتشافات الجيولوجية لمستقبل مستدام منخفض الكربون، كما تم توقيع مذكرتي تفاهم للبدء في الإجراءات اللازمة لمشروع مصنع إنتاج حامض الفوسفوريك لتعظيم القيمة المضافة والعائد من الفوسفات المصري مع إحدى الشركات الأسترالية. إذن هو عام جديد من الإنجازات سطره قطاع البترول في مسيرته الداعمة للاقتصاد الوطني برغم التحديات التي عصفت بصناعة البترول والغاز في العالم بأسره. في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم المزيد من الرعاية والحماية الاجتماعية والدعم لجنود الإنتاج، أكدت الحكومة على أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً بدلاً من 3000، بزيادة قدرها 500 جنيه على الراتب من أول يناير 2024، وذلك بلا أي استثناءات. قال وزير التجارة والصناعة أحمد سمير إن جهاز التمثيل التجاري قام خلال عام 2023 بجذب أكثر من 150 شركة أجنبية وعربية للاستثمار في مصر، وترتب على ذلك بدء 17 مشروع بقيمة تصل إلى نحو 3.872 مليار دولار،
هذا وأكد وزير التجارة والصناعة في التقرير السنوي للوزارة، أكد على الحرص على تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية لتصل إلى 100 مليار دولار سنوياً من خلال تطوير المنتج المصري وزيادة قيمته التنافسية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية. أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قامت بفحص 464 ألف رسالة، منها 276 ألف و 841 عينة غذائية و 187 ألف و 203 عينات صناعية خلال العام 2023. أوضحت الوزارة في تقريرها السنوي أنه تم إجراء 29887 تسجيلا تجاريا بسجل المستوردين والمصدرين، مشيرة إلى أنه تم افتتاح المعامل المركزية الجديدة بفرع الهيئة في ميناء العين السخنة وافتتاح مكاتب للهيئة بمقار الغرف التجارية بعدة محافظات. قال جارد برينشتاين كبير الاقتصاديين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال إن الأمريكيين يواجهون ضغوطا على الإنفاق الاستهلاكي كارتفاع معدلات التأخر في سداد بطاقات الائتمان، وهو ما يشير إلى حد كبير إلى أن ديون الأمريكيين تعود إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا. قفزت في هذا الإطار أرصدة بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 4.7% إلى 48 مليار دولار في الربع الثالث من العام الماضي، مما رفع الإجمالي إلى 1.8 تريليون دولار وفقاً لبيانات الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وهو أعلى إجمالي في البيانات التي تعود إلى عام 2003. انتهت وقفتنا الاقتصادية مشاهدين الكرام، وأعود من جديد إلى إلهام نمر وأداء إبراهيم لاستكمال ما تبقى من أخبار في نشرتنا. أشكرك مصطفى نزار.